لمناقشة هذا الموضوع ينضم إلينا عبر سكايب من لندن المتخصص بالشأن الإيراني الأستاذ حسن راضي. مرحبا بك أستاذ حسن. قوات الباسيج تهاجم طلابا في جامعة بطهران احتجوا على سجن زملائهم، إلى أي مدى يعني هذا الحراك الشعبي سيظل مستمرا؟ تحياتي لحضركم والمشاهدين الفاضل. طبعا هو الحراك الشعبي مستمر وواسع جدا، يعني كل يوم هناك احتجاجات، هناك اعتصامات للعمال، للموظفين، يعني لجميع شرائح المجتمع في ايران، القوميات والنظام الايراني يقمع الجميع ويستمر بهذا القمع، لانه يعني على ما يبدو ليس هناك نقطه تلاقي بين النظام وكل اجهزته الامنيه القمعيه وبين كل مكونات ايران من جهة أخرى. لذلك هذا القمع مستمر والاحتجاجات من جهة أخرى مستمرة، لأنه النظام الإيراني لحد الآن لم يعني يحاول رفع كل الإشكاليات والاحتياجات الاقتصادية والسياسية وغير ذلك بدل يعني القمع. ولذلك كل أسباب الاحتجاجات هي ما زالت قائمة وموجودة، وكل المؤشرات تدل وتشير على أنه الاحتجاجات تستمر وستتوسع، على أنه يعني خاصة أنه التقارير تتحدث عنه يعني هناك أعداد أيضا جديدة أضيفت على الأعداد السابقة الذين تم قتلهم تحت التعذيب في السجون الإيرانية، وأيضا نضاف على أنه هناك أرقام يعني كبيرة، يعني 100 مدينة اعتقل فيها 5000 شخص في الاحتجاجات، يعني كيف تصف الحالة الحقوقية في إيران؟ طبعا مأساوية جدا. يعني في أحدث تقرير للمنظمات العفو الدولية أنه يعني سجلت أنه هناك أكثر من 500 حالة إعدام في العام الماضي. طبعا اذا رفعنا انه ايران تراجع عن اعدام عن المتورطين في توزيع المخدرات او تجار المخدرات، يعني هذه ال 500 يعني فقط يعني الاتهامات سياسيه وامنيه وخاصه من المحتجين وغير ذلك. ناهيك عن يعني الاعداد الكبيره يعني الذين يتم قتلهم تحت التعذيب في السجون الايرانيه، هذا ليس يعني ضمن الارقام التي تم اعدامهم بشكل علني. حاله ثانيه حقوق الطلاب في ايران يعني متراجعه بشكل كبير، ماساويه بشكل كبير على صعده على كل المستويات، يعني هناك انتهاكات سجناء. طيب كله يعني كان الدافع يعني الرئيس من الحراك الشعبي من اول يوم يعني هو تفاقم الأزمات الاقتصادية بالدرجة الأولى وأيضا السياسية بحسب مراقبين، ولكن ماذا قدم النظام في طهران لتفادي تفاقم هذا الغضب الشعبي؟ لم يقدم شيء لحد الآن. يعني هو أعطى وعود، والنظام الإيراني بشكل عام يعني هو قائم على الوعود منذ البداية، أعطى وعودا كثيرا ولم ينفذها. يعني كل رئيس وخاصة رئيس حسن روحاني الذي جاء بوعود الانفتاح، وقبله الرئيس قاسمي جاءوا بوعود الانفتاح والاصلاح واعطاء المزيد من الحريات والحقوق للقوميات وغير ذلك، لكن على ارض الواقع لم ترى الشعوب في ايران وكل مكونات يعني المذهبيه والقوميه الا القمع، الا الاعتقالات، الا الحرمان في المجال الاقتصادي وفي المجال السياسي وحتى في المجال الاجتماعي. لذلك النظام الإيراني لم يقدم أي شيء، خاصة مطالب المتظاهرين والمحتجين الأخيرة، وهو يعني ظنا منه يستطيع قمعها بالقوة. طيب كيف تقرأ موقف أحمد نجاد بعد أن جدد هجومه على النظام ودعا إلى تقليص صلاحيات المرشد؟ طبعا أحمد نجاد هو يأتي يعني تصريحاته النارية بين الحين والآخر التي يوجهها ضد خامنئي من جهة وضد رئيس السلطة القضائية يعني من جهة أخرى وحتى للحكومة الحالية، هي تأتي ضمن الصراع بين تيارات النظام من أجل الصراع من أجل السلطة
وايضا هناك يعني النظام وخاصه السلطه القضائيه لديها ملفات كثيره حقوق قضائيه على احمد الجاد، وهو يعني صرحوا يعني على وشك استقاله وينتظرون الفرصه المناسبه. حقيقه احمد الجاد يحاول يطرح نفسه بعنوان يعني كبديل للتيار المحافظ الذي يصفه بالفاشل، وايضا للتيار الاصلاحي او المعتدل الذي لم يقدم شيء. ياتي احمد الجاد ليطرح نفسه بديل للنظام برمته وخاصه لمسؤوليه، لكن انا اعتقد احمد الجاد هو يعني هو ضمن النظام وابن النظام وابن المؤسسه يعني الحرس الثوري، ولا يمكن ان يقدم شيء لانه في حال وجود كل مؤسسات النظام احمد الجاد لم يستطيع تقديم شيء، وهو كان رئيسا يعني سنوات لايران، وكان الوضع الاقتصادي والسياسي والامني يعني بشيء يعني مأساوي، وكان هناك تراجع كبير في عهده. شكرا لك استاذ حسن راضي المتخصص بالشان الايراني.